بقى يا كابتن اروح معاك بقى لعلاقتك بالثنائي بقى احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، يعني في علاقه قويه جدا بشوفها دايما في التمرين في الماتشات، حتى لما بتكون حضرتك يعني بره الخط في الماتشات بتكون هادي شويه، يعني في زي لغه حوار ما بينكم بتقدروا تفهموا بعض حتى في الماتشات، يعني كلمني طبعا عن علاقتك بيهم هما الاثنين. احمد صلاح وعبد الله يمكن هما الوحيدين دلوقتي اللي لعبوا معايا، يعني انا لحقونا، انا احمد صلاح لعب معايا 4 سنين وعبد الله لعب 3. علاقه طيبه جدا، اخوات. عايز اقول لك ان هم اكتر لعيبه منتظمه، اكتر لعيبه بتحب تتمرن، يعني بيحبوا التمرين جدا وبيحبوا اللعيبه جدا، ودايما في ظهر اي مدرب بيجي، بيحبوا النادي الاهلي، بيعشقوا النادي الاهلي وجمهوره، يعني عارفين يعني ايه من النادي الاهلي. علاقتي بيهم طبعا زي ما بقول لك اخوات، وان شاء الله تفضل كده، وربنا يوفقهم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله ان شاء الله يا كابتن. بص يا كابتن طبعا